ينضم معنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عمر صبحي. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير أستاذ عمر. أبدأ معك أستاذ عمر، ما تقييمك للعمليات العسكرية للقوات الحكومية التي في الشطر الغربي للموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. طبعا هذه العمليات تم التحضير لها منذ تحرير أو إعلان تحرير الجانب الأيسر قبل نحو 3 أسابيع تقريبا. وأعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية استعدادا لهذه المعركة إجراءات لا بأس بها، وصلت إلى حد ومستوى جيد وفقا للمتابعين العسكريين على الأقل، الذين أكدوا أن أعداد القوات المسلحة وأيضا نوعية المقاتلين من خلال زج مجموعات مدربة تدريب جيد وعالي من قبل القوات الأمريكية، إضافة إلى وجود القوات الأمريكية قريبة من موقع الحدث والطيران الذي يعني تابع للتحالف الدولي الذي يقوم بطلعات جوية متكررة، لا شك أن هذه العمليات مع بدء هذه العمليات في جنوب الموصل تحديدا في مطار الموصل وما تحقق من إنجاز حتى الآن يشير إلى أن انهيار داعش في مناطق كان يعتقد أن داعش وأن هذا التنظيم سيقاتل فيها حتى الرمق الأخير، وأنه ربما وفقا للتحصينات التي أجراها طوال 2.5 سنين في هذه المدينة أنه ربما سيحافظ على توازنه وعلى وجوده ويستطيع صد هجومات القوات الأمنية. ظهر الآن أن الانهيار السريع لداعش ينبئ عن أن العمليات ربما ستسير وفق ذلك لتحرير الجانب الأيمن ربما خلال 2 أو 3 شهر بأقصى تقدير. نعم. طيب أستاذ عمر، يعني تسعى قوات الجيش أولا إلى السيطرة على مطار المدينة، لماذا برأيك هذا السعي من قوات الجيش؟ هل هو لتحويله إلى قاعدة دعم للهجوم على غرب الموصل فقط؟ يعني مطار الموصل واحد من أهم المرتكزات في مدينة الموصل، هو وأيضا معسكر الغزلاني القريب منه، هذان المكانان حيويان جدا، يمكن فعلا اتخاذهما قاعدة لانطلاق العمليات العسكرية فيما بعد لمواصلة تحرير الجانب الأيمن. سيسهل يعني تنقل القوات الأمريكية التي تساند القوات العراقية في مقاتلتها لتنظيم داعش. هذا المطار أيضا يعني يمكن أن يكون نقطة ارتكاز للحفاظ على أي منجز يتحقق في جنوب الموصل، إضافة إلى أننا نتوقع طبعا أن يكون هناك هجوم مباغت لقوات مكافحة الإرهاب تحديدا، هذا الجهاز الذي أثبت أنه استطاع فعلا أن يحقق إنجازات كبيرة وأن يفعل ذلك بأقل ما يمكن من الخسائر في الأرواح وأيضا في البنى التحتية. نعم. واستطاع فعلا أن يحقق في الجانب الأيسر إنجازا شهد له أهالي الموصل أنفسهم، بالتالي يمكن لهذا الجهاز إذا انتقل إلى الجانب الأيمن ومن يعني من المحتمل أن يتم ذلك ليس فقط عن طريق البر، بمعنى ليس فقط عن طريق المناطق الجنوبية. نعم. والشمالية من الجانب الأيمن لمدينة الموصل، الجانب المنطقة الجنوبية طبعا تقوم قوات. يبدو أن فقدنا الاتصال. كان معنا من عمان المحلل السياسي عمر صبحي، شكرا جزيلا لك.